يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل الطرق لتفسير القرآن الكريم؟ تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع يبين في موضع آخر، وما أطلق يقيد في موضع آخر، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وما كان منسوخا يبين الناسخ في موضع آخر. هذه علوم القرآن، علوم القرآن. بعد القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يبين للناس ما نزل إليهم. فمن الأحاديث نأخذ تفسير القرآن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا في القرآن ولا في الأحاديث تفسيرا نرجع إلى تفسير الصحابة، لأن الصحابة تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوا القرآن وتفسيره عنه، فنرجع إلى تفسير الصحابة. ما وجدنا في كلام الصحابة تفسيرا نرجع إلى تفسير التابعين تلاميذ الصحابة، لأنهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وجوه التفسير الصحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأتم تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، وجدتم أنهم يمشون على هذا النمط، يمشون على هذا النمط. نعم.